مشاهدينا نحييكم من جديد. الكابتن احمد المغني احد لاعبي نادي وادي دجله كتب على صفحته تعليقات تتعلق بالعمليه الارهابيه الاخيره. التعليق وجهه للرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه اليه انتقادات شديده. هنقول لكم يعني ما جاء في كلامه، واحنا كنا نوهنا ده عن ده بالامس، مما دعا نادي وادي دجلة إلى إنهاء التعاقد معه، مش وقفه يعني. فهمت من أحمد أنه تم إنهاء التعامل معه، يعني أصبح من حقه أن ينتقل إلى أي نادي آخر، يعني فضى أي علاقة معه. كابتن أحمد المغني معانا. كابتن أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك وبشكر حضرتك على الاستضافة والعشام. يعني بعد المشكلة الأخيرة في ناس كتير يعني حاولت تبعد عني وكده، والناس حتى خايفه تكلمني في التليفون. خايفين يكلموك؟ على اعتبار ان انت هنا يعني بقى يعني موجه انتقادات لرئيس الدوله، فيقول لك انا بالظبط يعني فعلا ليك اصدقاء بقى يعني بطلوا يكلموك. بس بقولها لي بهزار يعني، مش احنا خايفين نكلمك يعني، حاجات هزار بس ممكن يكونوا بيقولوها بجد، بس هي هزار يعني. طيب احمد، البعض يعني انا شخصيا ما عنديش مشكله انه اللاعب يعبر عن رايه. الكابتن حسن المستكاوي كان معانا امبارح وهنحاول نجيبه، بقول لا يعني في المؤسسات ما ينفعش ده، بالاضافه الى انه اللغه كان فيها شتايم. يعني انت هنا قلت ونشوفها على الشاشه، قلت للناس، هو يوجه كلامه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قلت للناس انزلوا فوضوني علشان احارب الارهاب. الناس نزلت وملت الشوارع، رغم ان المفروض ان ده شغلك ومش محتاج تفويض علشان تشوف شغلك، بس ماشي هنعديها. ومن ساعتها والكل بيموت، مدنيين وجيش وشرطة، وانت فين من كل ده؟ كل اللي بناخده منك كلام، انت فاشل. الكلام ده يوجهه احمد للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومسؤول عن كل نقطة دم في البلد دي. وصحيح الرجالة اللي بتموت في سيناء دي هتعمل لها حداد عليهم وتلغي المسلسلات، ولا دول مش زي النائب العام؟ أحمد، إيه اللي دافعك أولا لكتابة هذا الكلام؟ وأنا معاك يعني، أنا ده حرية رأي، بس البعض هيتعامل معاه أنه في هذه اللحظات المصرية مش حرية رأي، هتلاقي الهجوم عليك يصل إلى حد حتى اتهامك بالخيانة، وأنا مش مع ده بين قوسين يعني. إيه اللي دفعك تقول الكلام؟ صحيت الصبح زي كل الناس، شفت اللي حصل في البلد، وشفت مرة واحدة قالك سينا يعني ناس الجيش بتاعنا بيموت فيها، وسبعين واحد مات، وشفت كده كانت صورة نازلة على الفيسبوك مكتوب ولاية سينا والحتت اللي هجموا عليها، فطبيعي لازم اخاف ودمي يتحرق على الناس اللي بتموت دي. يعني انا مش شايف ان انا ازعل على الرجاله او جيشنا اللي بيموت في سيناء. انا من حريتي رحت كتبت الكلام ده. يعني انت هنا دافعك انه بتقول يعني الناس دي ماتت ازاي وليه، وكان لازم نحميها بالزبط. يعني حرصك على ارواح الشهداء. يعني احنا لو جينا نمسك الكلام حته حته جزء جزء هيبان. يعني انا كاتب مثلا في حته ان الناس بتموت، مدنيين وجيش وشرطه، انا ما فرقتش بين حد. مدنيين وجيش وشرطه دي معنى ان انا الدم عندي كل واحد يعني. سواء مدني يموت، سواء جيش يموت، سواء شرطه يموت، انا واحد عن نفسي بتضايق ان اي فرد في البلد دي بيموت. وجيت في الاخر قلت الرجاله اللي بتموت في سينا دي عايزين نعمل لهم حداد. ده معنى كلامي. ففين بقى ان انا ما بحبش الجيش، وفين ان انا ما بحبش بلدي في الكلام ده؟ يعني معنى ان انا عايز تعمل لهم حداد ويتكرموا ويتعظموا، انا كده ما بحبش الجيش؟ لا، انك هنا بتجعل الدماء في عنق الرئيس السيسي وليست في عنق الجماعات الإرهابية التي لا. ما انا لما نعظم افراد الجيش بتاعنا معنى كده ايه؟ ان انا بدين الناس التانية. بس هو الفكرة ان انا من حريتي كتبت الكلام ده بس وانا متنرفز، فده اللي كان في بالي ساعتها وده اللي كتبته. ده اللي انت كتبته. لكن انا طبعا بدين الحاجات دي كلها. يعني ما فيش واحد هيكتب انه زعلان على الدم ده وفي نفس الوقت ما بيدينش الناس التانية. طبيعي ان انا بدين الناس يعني اي دم بيحصل انا بدين اي حد. هنا جايز اللي اتاخد الحده يعني، انت بتوجه كلامك للرئيس السيسي. كان على قد يعني الفعل كان كبير، ان 70 واحد، ان 70 ضابط يموت في سيناء مره واحده كده. لا، هو ال 70 ده المعلومات غلط. انت كتبت لما جات لك المعلومات دي. انا كتبت الكلام ده كان الظهر تقريبا، مش فاكر كانت الساعه كام.
لما كانت في معلومات تتناثر من وكالات الانباء. ده نزل كمان حاجه ان قال لك ان في ان هما بقى اسمها ولايه سينا. فدي كانت بالنسبه لي حاجه صدمه يعني. سينا بقت خارج السيطره, فدي كانت بالنسبه لي حاجه مضايقاني جدا. فيعني الاحداث دي مع الكلام اللي بيتقال مع موضوع ولايه سينا, مع موضوع ان الناس بتشير حاجات على الفيسبوك مثلا ان هي خارج السيطره فعلا, ان من كتر اعداد الناس اللي بتموت ما حدش عارف يعد. كتبوا برضو ان سيارات الاسعاف نفسها مش عارفه تروح تنقذ المصابين. كل ده يا احمد اتضح انه معلومات غلط. اللي انا اقصده هنا في اللحظات حتى دي, هفترض انه كل ده صحيح حتى, في هذه اللحظات يتوحد الجميع, ولا يمكن ابدا هنا ان انا اوجه سهام الانتقادات للرئيس بالشكل ده. يعني البعض, يعني انا زي ما بقول لك هذه وجهه نظر, انما انا بناقشك فيها ولا اقمعك فيها. يعني لما بتقول للناس انزلوا فوضوني عشان نحارب الارهاب, الناس نزلت. معلش كده ان احنا ناخد حته نتكلم في الكلام بتاعي. ماشي. وان ده شغل, رغم ان ده شغلك. وكمان بتقول انه كل اللي بناخده منك كلام, انت فاشل. ما هو ده حده في اللفظ يا هي حده في اللفظ, علشان الرقم بتاع الناس اللي ماتت اللي انا سمعته كان كبير. يعني انا شايف ان كل دول يموتوا مره واحده, لا العدد كبير. انا لو واحد بس كان مات كنت ممكن اقول نفس الكلام. انا دم واحد بس مصري عندي غالي جدا, وانا اللي هيتابعني على الفيسبوك هيشوف من اول 2011, من اول الثوره, وانا اي واحد كان بيموت كنت بزعل عليه. انا النائب العام برضو لما مات يعني كنت بنتقد الناس اللي شمتوا فيه, رغم بغض النظر انا كنت متفق او مختلف معاه. بس انا شايف ان انا مش عايز حد يشمت في حد ميت. اي حد بيموت انا بزعل عليه. فيعني دي حاجه انا شايف ان هي حاجه ما تدنيش حاجه. يعني انا شايف ان الانسان الطبيعي السوي اي حد بيموت لازم يزعل عليه. طيب, يعني انت اولا بتقول, لانه البعض لما قرأ ده يا احمد قال انه لا ده قلم اخواني, يعني لا يمكن ان يكتب ذلك الا من ينتمي إخواني. لجماعه انا لو اخواني, أنا لو إخواني عامه ما كنتش هشتمهم على الفيسبوك. يعني اللي هيراجع الفيسبوك عندي هيشوف ان انا كنت بقعد اشتمهم كتير, وكنت كمان يعني الحد كنت بتكلم بحد اكتر من دي, وكنت ممكن اقول الفاظ كمان مع الاخوان. يعني يعني كنت ممكن اقول الفاظ. وفي صوره انا كنت منزلها على الفيسبوك ايام الانتخابات ما بين مرسي وشفيق, ان انا عملت اكس على الاثنين. فمنين هعمل على مرسي اكس ومنين هبقى انا اخوان. طيب, ده عشان نغلق يا جماعه النقطه دي. والحقيقه انا قلتها للاستاذ حسن المستكاوي امبارح, ونحاول حتى الاستاذ حسن يبقى معانا ونشوف ايضا, لانه هو بيقول انه هنا انا من حقك انك تعبر عن وجهه نظر. هو بيقول لا, في مؤسسه. طيب احمد, وجهه النظر في اللحظه دي, يعني لما كتبت انت فاشل للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل اللي بناخده منك كلام, ربما هي دي العبارتين اللي هو فيهم. دي الحته اللي الناس ماسكاها عليا في حته ان انا ايه, يعني بقيت الكلام ما اعتقدش ان في حاجه. يعني ما لا, يعني هنا انك يعني في ناس عشان تحث الرئيس فتقول له يا رئيس انت فين من دم الشهداء, ازاي سايبهم كده, ازاي مش فاهم ايه. هي الفكره ان انا عندي ايحاء داخلي ان اي حد بيموت في مصر ما حقه ما بيرجعش, وده من حاجات حصلت قبل كده. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصل فيها رد فعل قوي موضوع الناس اللي ماتت في ليبيا, ده الحاجه الوحيده اللي حصل فيها رد فعل. لكن غير كده يبقى ما ينفعش اقول ما بناخدش منك الا كلام, لانه كمان الذي حافظ, قصدي من ما بناخدش منك انا الكلام. انا بناقشك مع الحفاظ على وجهه نظر. اللي حافظ على حمايه مؤسسات الدوله, هذه الدوله كان مقدرا لها ان تكون عراق, سوريا, يمن, ليبيا, اي واحده من دول اختار, ولكن الحفاظ على مؤسسات الدوله يحسب. انا نزلت 30/6 ونزلت عشان اللي حضرتك بتقوله ده, عشان ما نبقاش سوريا, ما نبقاش ليبيا, ما نبقاش الكلام ده كله. انا نزلت ونزلت كمان في 25 يناير. فانا والله ولا اخوان ولا اي حاجه من دي خالص. بس هي الفكره ان انا دمي اتحرق وانفعلت زياده عن اللزوم شويه, فطلعت اللي جوايا بالحده اللي كانت جوايا ساعتها, ودمي محروق والواحد صايم وناس بتموت والناس صايمه. يا احمد, هل من حق لاعب الكره انه يعبر عن وجهه نظري, ولا بعض الانديه بتاخد ده على انه لا مش من حقه, هو ينتمي لمؤسسه؟ هل انت اتربيت على كده, يعني انه اللاعب اللي بيلعب في نادي وفي مؤسسه لا يجب ان يجر النادي الى وجهات نظر سياسيه يمكن ان تؤذي اللاعب؟ انا ما بجرش النادي خالص معايا في اي حاجه. النادي حسابي الاكونت الشخصي ده بتاعنا,
احمد مرغني محمد، يعني انا مش مكتوب مش كاتب جنبه مثلا لاعب وادي دجله، ولا انا مش كاتب جنبه اي احمد مرغني محمد. اه يعني انت هنا تعبر عن وجهه رأي نظر. رايي انا، النادي بقى ليه راي تاني، دي حاجه خاصه بالنادي. اه يعني ما قلتش احمد مرغني محمد لاعب نادي لا لا دي لا وادي دجله وكانك تتحدث. انا شخص طبيعي ليا حق ان انا اعبر عن رايي، انا شايف ان دي ما فيهاش يعني، انا بغض النظر عن لعيب كوره او كده، فانا بني ادم طبيعي عادي بمارس حياتي عادي، بمشي بالشارع بروح اكل. البني ادم حتى اللي مش لعيب كوره ما هو بيعمل كده، اشمعنى مثلا واحد يقول رايه وانا اقول وانا لا؟ طيب احمد لما بلغوك ازاي بقى بعدها لما كتبت هذا الكلام؟ مين اللي بلغك بانه، مين اللي اتناقش معاك ايه اللي انت كاتبه ده وعملت ليه كده و... لا هو انا اللي حصل ان انا كنت في معسكر، كنا نلعب النادي الاهلي، وكابتن حماده صدقي جابني عنده الاوضه يعني عشان يتكلم معايا، قال لي ان الاداره عايزه تبلغك ان انت هتكون بره المعسكر وبره الماتش بكره. ده اللي انا عرفته. فروحت البيت واتفقت ان انا مع كابتن حماده ان احنا مش هنتكلم عن حاجه عن الموضوع ده عشان الموضوع يتلم يعني. وانا التزمت بكده، يمكن انا اول مره اتكلم دلوقتي. واحنا حاولنا امبارح حتى ان احنا ناخد منك كلام، فانت انا كنت ملتزم مع كلمتي مع كابتن حماده، لان الراجل ده انا بحترمه جدا وانسان بره الكوره طيب جدا، فكنت ملتزم معاه ان انا ما اتكلمش. عرفت بقى من خلال النت ومن خلال مداخله استاذ حامد المستكاوي طبعا مع حضرتك، ان انا توقفت لغايه اخر الموسم، بس برضه التزمت الصمت حفاظا على كلمتي مع كابتن حماده. رحت بقى الاداري كلمني النهارده عشان اروح اقابل مستر حازم في نادي وادي دجله، هو مدير التنفيذي في النادي. فروحت قابلته، الراجل اتكلم معايا بصراحه بذوق وبشياكه، قال لي احنا شايفين ان انت غلطت في اللي انت قلته، بس طبعا في الاول وفي الاخر ده رايك، فاحنا شايفين ان احنا يعني هنكتفي يعني هو قالها لي بشياكه شويه يعني، وقال لي تحب نمشيها رسمي ان احنا نعمل لك تحقيق ونتخذ فيه قرار وكده، ولا الدنيا تمشي ودي؟ قلت له لا خلاص يعني تحقيق مش تحقيق، هو النتيجة في الآخر واحد، فأنا همشي. أنا همشي وبصراحة الناس قالوا لي إن إحنا هنصرف لك مستحقاتك الباقي، أنا ليا مستحقات في النادي. يعني لن تعاقب ماليا لا يعني؟ لا أنا مش هتعاقب ماليا خالص. وناس بصراحة يعني أنا قضيت سنة ونص في نادي وادي دجلة، من أحسن سنة ونص اتعاملت فيهم. خلينا نشوف يا جماعة الكابتن أحمد مرغني كده في الملعب عشان الناس بتتذكر يعني. اتفضل. واحنا من احسن سنه ونص ليا في الكوره، ومن احسن سنه ونص الناس اتعاملت معايا. فانا مبسوط جدا بالفتره اللي قضيتها في وادي دجله، طبعا كنت اتمنى ان هي تستمر اكتر من كده، بس هو النصيب حتى وده هدف ليك اهو مظبوط في النادي المصري. في النادي المصري بس وهو ده نصيب يعني في الاول وفي الاخر. طيب يعني انت ابلغت من النادي بشكل ودي يا احمد بسبب اللي انت كتبته ده مش هينفع تستمر معانا، فبدل ما نعمل تحقيق وده الجون تاني ده مع نادي الزمالك، ده مع نادي الزمالك وكنت هتلعب مع النادي الاهلي، لكن بسبب ما كتبته يعني انتهت علاقتك بالنادي. خليني هنا عشان بس نشوف وجهة النظر المختلفة.